الصوت هذا شكون فينا ما يحبوش؟ مقارونة محرحرة ومشخشخة بالصوص، مقارونة بالشوابي بنا من وراء العقل. تحبوا تعرفوا كيفاش؟ تبعوني. أول حاجة باش نخليو الزيت، وبعد باش نزيدو عليهم طروف الشوابي، ونفوحوهم بشوية فلفل أحمر مهروش، شوية فلفل أكحل وملح، ونخليهم يتقليو شوية. نزيدو عليهم شوية فلفل أحمر حار وفلفل أحمر عادي، وتابلو كروية ومغرفة كبيرة متاع ثوم، واللي يحب يزيد مغرفة هروس باش تجي محرحرة أكثر. نسقيو بشوية ماء باش ما يتحرقوش البزارات، ونزيدو نخليهم يتقليو. نزيدو عواد شركة، وانا حطيت 3 مغارف كبار متاع طماطم. ومن بعد باش نخليو الصوص نتاعي تتقلى، كل مرة نزيدو شوية ماء ونخليوها تتقلى، وفي الاخر باش نمرقوها ونغطيو عليها ونخليوها تطيب وقت تقر الزيت نتاعها، واحنا باش نرميو قرون الفلفل. وتوا باش نسمطو المقارونة في شوية ماء وملح، ومن بعد كيف تطيب باش نبداو نسقيو فيها بشوية هذيك الزيت اللي من الفوق والصوص، ونحركو. وتعرفوا هذه احسن بارت عند العبيد الكل. دونك بعد ما نكملو نسقيوها الكل بالصوص ونشخشخوها، باش تكون الريزلتا هذه فينال نتاع المقارونة البنينة نتاعنا. وان شاء الله صحة وبالشفاء.